التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري أحمد عطاف على هامش أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في المنامة في سياق التنسيق العربي المشترك إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. هذا وشدد الوزيران على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتوصل لوقف فوري دائما لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، كما أكد الوزيران أهمية تنفيذ حل دولتين وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.